السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع إلى الدرس السابع من دورة السنتاكس. أهلا بمتابعينا في دورة السنتاكس. اليوم إن شاء الله رايحين نأخذ الموفمنت رولز، ولها اسم ثاني اللي هي ترانسفورميشن رولز، اللي هي قوانين التحويل، ورايحين نوضح شو المقصود بالتحويل أو الموفمنت، يعني شو الحركة اللي بنعملها. وفي عندنا موضوع آخر اللي هو ريكيرشن. ريكيرشن اللي هو التكرار. شو المقصود التكرار؟ منكرر إيش؟ هذا إذا هو موضوع هذا الدرس. خلينا ننتقل للموضوع الأول، movement rules أو transformation rules. بالتعريف، movement is an operation that was introduced by transformational theories of generative grammar to characterize so-called displacement phenomena as seen in. خلينا نوضح شو المقصود بهذا. Movement is an operation. إذا هي عملية. Was introduced. هذه اللي قدمها العملية الموفمنت اللي هي نظريات التحويل أو النظريات التحويلية. شو يعني تحويلية؟ إيش يعني generative grammar؟ الجنراتيف جرامر المقصود فيه القواعد التوليدية. شو يعني توليدية؟ يعني ممكن احنا نولد او ننتج جمل يعني ما لها نهاية، يعني لا نهائية. يعني عندنا القدرة، طبعا هاي الافكار زي ما انتم عارفين لتشومسكي. ممكن احنا كإنسان ممكن انا انتج جمل لا نهاية لها، وجمل جديدة انت اول مرة تسمع فيها. هل مقصود بالجنراتيف جرامر؟ ترانسفورميشنال المقصود فيه تحويل. شو التحويل؟ يعني تحويل من شكل الى شكل اخر، وهذا بسموه السيرفيس ستراكشر، اللي هو يعني البنية السطحية او التركيب السطحي. وفي عندنا ديب ستراكشر اللي هو البنية العميقة أو التركيب العميق للجملة. الآن في عندنا شيء اسمه displacement phenomena، ظواهر الإزاحة. يعني أول شيء يعني ما بدي تلخبطوا، هي بسيطة جدا. رايح أنا أعطيكم الأمثلة وتتوضح الأمور أكثر. شو المقصود بالموفمنت أو transformation أو displacement phenomena. ماري ويل هيلب جون. لاحظوا عندي الجملة هاي، الجملة هاي جملة خبرية مكونة من subject و verb و object زي ما أنتم لاحظين. الآن إذا أنا بدي أسأل WH question، يعني من ستساعد ماري؟ الآن بدي أستخدم هو وضعتها في البداية. إذا مكان هو راح أكون في البداية بس على حساب جون. يعني هنا هذا مكان جون، هذا مكان جون، أصله ماري ويل هيلب جون. بدي أسأل على جون، خلاص حذفته وضعت الآن الـ WH word في البداية. إذا هاي قصة الإزاحة. أنا أزحته من الجملة وحل محله هو في بداية الجملة، فأصبح عندنا سؤال. إذا عملية التحويل هنا تحويل جملة خبرية إلى سؤال، هذا المقصود في transformation، وهذا مقصود أيضا ب displacement phenomena أو phenomenon كمفرد. إذا في عملية تحويل الجملة الخبرية إلى سؤال صار في عنا movement، يعني حركة. بمعنى آخر اتحرك جون، اختفى وحل محله في البداية للسؤال عنه هو. طيب عشان توضح الصورة أكثر، خلينا نأخذ ماري هيلب جون. أيضا هاي جملة خبرية. في البسي فويس زي ما أنتم لاحظين، لما حولها للبسي فويس جون كان هنا object، هنا في جملة البسي فويس صار subject، يعني صار في تحويل، صار في عنا تحويل في موقع جون كان subject
عفوا كان object صار subject. John was helped. لاحظوا هنا مكانه فراغ، يعني هذا اللي بحكينا إياه، إنه أشار للفراغ، إنه كان هنا جون لكن انتقل. لاحظ حركناه هنا الموفمنت، كلمة الموفمنت المقصود فيها، إذا حركناه إحنا للبداية. لكن لاحظوا إنه المعنى ظل نفسه، يعني ماري هيلب جون، وجون واز هيلب باي ماري. عشان هيك تشومسكي بيقول لك هذا ديب ستراكشر وهذا سيرفيس ستراكشر. في السيرفيس ستراكشر يعني على السطح كما يبدو انه جون واز هيلبت باي ماري باسيف فويس، لكن في الواقع في الديب ستراكشر انه هي ماري اللي ساعدت جون. حتى لو جون هنا يعني بين انه سبجكت، بس في الواقع هو اوبجكت، لانه باي ماري وضحت على انه هي اللي ساعدته. فاللي بدي احكيه انه هنا عملية تحويل، اذا هنا حولنا الستيتمنت، الجملة الخبرية حولناها لسؤال، هنا حولنا، لاحظين تحويل كيف؟ تحولنا الجملة الاكتف إلى باسيف. طيب أيضا ممكن نحول جملة الخبرية هنا ماري ويل هيلب جون، ممكن نحولها لسؤال انتروجاتيف اللي هو بنسميه سبجكت اوكس انفيرجن. سبجكت اوكس انفيرجن يعني انفيرجن يعني تعكس، يعني ماري ويل صارت ويل ماري، هذا بنسميه انفيرجن. واوكس يعني اوكزيلياري، لانه ويل هاي اوكزيلياري فيرب، فعملنا هيك هذه اسمه انفيرجن، هاي اسمها انفيرجن. اذا لاحظنا انه ترانسفورميشن يعني التغيير او التحويل حصل في عمليات السؤال، وصار في الباسيف فويس، وصار عندنا في الانتروجاتيف او السؤال اللي هو يس نو كويستشن. ويل ماري هيلب جون، لاحظتوا انه جون هنا كان، عفوا ويل كانت هنا، فحولناها للبداية عشان نعمل سؤال، فصارت ويل ماري. لاحظوا ويل حولناها هنا، صار مكانها فاضي وحطيناها في البداية. اذا هنا المكان هذا حق ويل، او مكان كان مكان ويل، هنا كان مكان جون، وهنا مكان جون. فهي العمليات التحويل والموفمنت والتحرك، يعني اللي بيصير الحركة اللي طرأت على هاي الجمل، ان شاء الله يكون واضحة. اذا تكلمنا عن WH questions في عملية تحويل، الباسيف فويس فيها عملية تحويل، وال yes no questions او subject auxiliary inversion فيها عملية تحويل، يعني تحويل من statement لسؤال. راحين نعملكم أمثلة على diagramming بالنسبة لعملية subject aux inversion، يعني راحين نأخذ عينة اللي هي العملية الثالثة، لأنه تطول العملية بالنسبة للبقية. يعني احنا بنعطيكم يعني شذرات و بعض الأشياء عن الموضوع، حتى أنه ممكن أنتوا تبحثوا وتشوفوا يعني تفاصيل أكثر. الآن في عنا زي ما تعرفين you will help Mary، هاي declarative يعني جملة خبرية. لو بدنا نعمل subject aux inversion بنحط will في البداية. لاحظتوا كيف الحركة inversion يعني نعكس، نحط will قبل subject، فصارت will you help Mary، هذا interrogative يعني صار السؤال. طيب كيف نمثلها على تري دياجرام؟ نشوف هذا هو. اذا هي كانت بالشكل هذا يو ويل هيلب ميري، اللي هو السنتنس مقسم الى نون فريز اوكزيلياري وفيرب فريز. النون فريز اللي هو بروناون يو، بعدين الاوكزيلياري ويل، والفيرب فريز مقسم الى فيرب اللي هو هيلب، والنون فريز والنون، طبعا noun phrase هنا لازم حطنا in يعني noun اللي هو ماري. لاحظوا عندي subject وعندي verb auxiliary verb ومين verb وعندي object. الآن في التحويل هيك بيصير، لاحظوا will you help Mary اللي هي subject auxiliary inversion، عكسنا. لاحظوا الجملة الآن صارت تتكون من auxiliary np vp، لاحظوا هنا np auxiliary vp، هنا صارت auxiliary np vp، فحطينا الauxiliary بالأول وبعدين كملنا you
وهيلب وميري بالشكل الأول. إذا التغيير اللي حصل زي ما أنتم ملاحظين، التغيير اللي حصل إنه ويل كانت بعد السبجكت، ويل أصبحت قبل السبجكت عشان يطلع عندي السؤال. إذا هذا مثال على المودال فيربس. طبعا هذا على ويل ممكن نفس الشيء ينطبق على ويل، وود، كان، كود، شل، شود، ماست، كل المودال فيربس نفس الطريقة. طيب ناخذ مثال على الفيربس تو بي وخاصة الكونتينيوس. لو عندنا ذا بوي از سليبنج، هاي جملة خبرية، كيف ممكن نعملها سؤال او انتروجاتيف؟ نعمل زي ما انتم ملاحظين انفيرجن، يعني بمعنى اخر بنجيب الفعل هذا بنحطه قبل السبجكت فصار از ذا بوي سليبنج. نفس قصة اذا المودل ويل، حطينا از قبل السبجكت فصار عندي انتروجاتيف يعني سؤال. هيك مثلناه، لاحظوا السبجكت عفوا السنتنس مكونة من ان بي وفي بي. طبعا يعني اذا شفتوا مثلث يعني بده يختصرها، يعني بدل ما احط لك الان بي مكونة من determiner وناون والديتيرمر هي ذا والناون هو بوي، باختصر هاي المثلث يعني اختصار باختصر الموضوع. فالان بي هي ذا بوي، والفي بي مقسمه من الى اوكسيلياري وفي بي اللي هو از وسليبنج، والفي بي هو المقسم او عندنا فقط الفيرب اللي هو سليبنج. لاحظتوا عندنا سبجكت فيرب auxiliary يعني verb. الآن في عملية subject auxiliary inversion بدنا نعكس السنتنس، صارت مكونة من auxiliary، هاي auxiliary is وبعدين عندنا sentence كاملة اللي هي np و vp اللي هو the boy. ال vp هنا لاحظتوا ما في auxiliary، حط هنا شحطة على أساس يبين لك إنه انتقل، في عندنا انتقال هنا movement، انتقل للبداية عشان السؤال. طبعا الفيرب ظلوا عندنا sleeping. اذا هذا مثال على الكونتينوس. خلينا ناخذ مثال على البيرفكت. The boy has slept. نفس القصة، لما اعمل سؤال من ننقل has في البداية بصير has the boy slept interrogative. اذا هنا الموفمنت صارت انه الاوكسيلياري فيرب اللي هو has نقلناه للبداية، عبرنا عنه بالشكل هذا. إذا الـ verb to have الـ sentence مكونة من np و vp، determiner noun، أنا ما حطتش مثلث عادي مشيت the boy، وبعدين عندنا has auxiliary، وفي عندنا الـ vp فيها verb اللي هي slept. طبعا زي ما أنتم ملاحظين بدنا نعمل الآن يعني movement عشان نعمل سؤال. فالآن نقلنا has للبداية، صارت ox، لاحظتوا ox الأوكسيلياري في البداية طبعا، والسنتنس هنا مكونة من np، يعني سنتنس مكونة من auxiliary و np و vp. ال np مكون من determiner و noun، وال vp مكون من auxiliary. لاحظتوا الأوكسيلياري هنا حطينا فاضي، ليش؟ لأنه انتقل للبداية، ينظل مكانه فاضي. وبعدين عندنا الفيرب اللي هو فيرب 3 اللي هو slipped. اذا باختصار في عملية نقل للأوكسيلياري، الأوكسيلياري قد يكون verb to have مثل has، الأوكسيلياري قد يكون verb to be مثل is، لاحظتوا، والأوكسيلياري يعني الفعل المساعد قد يكون auxiliary مثل will. إذا هاي أمثلة على الـ auxiliary verbs اللي هي modal verbs و verbs to be و verbs to have. إن شاء الله يكون واضح. هيك بنكون أعطينا أمثلة إن شاء الله تكون كافية على عملية الموفمنت أو movement rules. الآن ننتقل للـ linguistic recursion. recursion زي ما قلنا المقصود فيها التكرار، يعني هذا هو تعريفها. linguistic recursion is the repeated sequential use of a particular type of linguistic element or grammatical structure. خلينا نوضح. أول شيء في عنا repeated sequential use. إذا في عنا استخدام متسلسل ومكرر لإيش؟ إما بكون في عنا عنصر لغوي أو في عنا تركيب
قواعدي. شو يعني عنصر لغوي أو تركيب قواعدي؟ هذا اللي بدنا نشرحه الآن. المقصود بالجراماتيكال ستراكشر بناخذ عليه مثال، ممكن يكون ريليتيف كلوزز، يعني ريليتيف كلوزز اللي هي شبه الجملة اللي هي بسموها الصلة، الذي والتي والذين، تعرفوا هاي اللي هي بنسميها ريليتيف كلوزز، اللي بالانجليزي اللي بتبدا ب which و that و who و whom، يعني هاي مألوفة لكم. الآن لاحظوا معي كيف بدنا نعمل عملية التكرار للريليتيف كلوزز. I saw the cat. الآن الكات هنا بدنا نوصفها بريليتيف كلوز which killed the bird. Which killed the bird. طيب which ate the rat. لاحظتوا which ate the cheese. which، وممكن اكمل طبعا بعضهم بسميها embedding. ليش؟ انه احنا مندخل جملة داخل جملة. then I saw the cat، هاي الجملة الاصلية. الان بدينا نكرر ال relative clause. which killed the bird، هذه relative clause، جملة وصل. الذي أكل العصفور. which ate the rat، يعني العصفور الذي أكل الفار، والفار الذي أكل الجبن، والجبن التي اشتريتها من، والتي، فبكمل يعني بتعمل جمل طويلة جدا والتكرار. بس لاحظوا معي انه احنا التكرار بده يكون يعني لنفس النوعية من الجمل، يعني هنا relative clause بتكرر relative clause. الآن لاحظوا عندي هنا في عندي ذات clause، ذات clause بكرر ذات clause، يعني جون، تعرف الجملة الاسمية اللي بتبدأ ذات، هاي جون regrets يعني يأسف، جون that Mary thinks، اها هاي ذات clause، that Mary thinks، that that he was wrong، اها that he was wrong، نعطيهم ذات clause، that made him feel unhappy، ذات ذات، وهكذا بنكمل. فقاعدين احنا ايش نعمل؟ بنكرر الذات كلوز. يعني بدي احكي ما بصير هنا تحط ذات كلوز وبعدين تدخل لي ريليتيف كلوز وتدخل لي بريبوزيشنال كلوز، ما صار. هذا اسمه الكيرشن. الكيرشن لازم يكون تكرار لنفس، زي ما قال هنا بالتعريف، يعني ذا سيم جراماتيكال ستراكشر، the same grammatical structure. نأخذ مثال آخر. هنا إذا كررنا relative clause، هنا كررنا that clause. الآن المثال الثالث بنكرر the prepositional phrase. شوف the book was الآن on the table، near the wall، in the kitchen، in the big house، in Cairo، in Egypt، in Africa، وهكذا. لاحظين بعمل، لذلك هنا في ملاحظة no intrication، ما في نهاية للتكرار، ما في. it produces long complex sentences، يعني انت بتنتج بتعمل جمل معقدة وطويلة جدا جدا. اذا هاي فائدة الكاشن، انك قادر على انك تنتج. ومن هنا اجا يعني موضوع الجنراتيف جرامر، يعني انه توليدي، ممكن نولد جمل لا نهائية. لذلك هاي امثلة على البريبوزيشنال فريزز، ان شاء الله تكون واضحة. وزي ما شفنا انه التكرار لنفس الفئة، يعني بريبوزيشنال فريز، بريبوزيشنال فريز، prepositional phrase، ما دخلنا فيها ذات clause ولا relative clause، إذا ما صار recursion. إذا recursion هاي نقطة مهمة، يعني عندما تكرر من نفس الفئة، تكرر ذات clause، بتكرر prepositional phrase أو adverbial phrase أو adjective phrase، يعني من نفس الفئة بتكرر. إذا إن شاء الله تكونوا أخذتوا فكرة كويسة عن linguistic recursion. وهيك بنكون انتهينا من الدرس السابع، وهي عناويننا للتواصل. والى اللقاء ان شاء الله في الدرس الثامن. الدرس الثامن راح يكون يعني مهم جدا، راح نحكي فيه عن ethics hopping. ethics hopping، تابعونا في الدرس الثامن لانه كثير مهم وان شاء الله تستفيدوا منه.
هذا خالد الخطيب يحييكم، وإلى اللقاء في الدرس الثامن بعون